بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كنوا درسي لباتناد كتابك تجريد التوحيد من درن الشرك وشبه التنديد. أصل كيكوباد وحان كجرنا فصل أصل كالحادي والعشرون، وكم إذا فصل كيكوباد لباتن يكوباد أصل كأه وأها قاعدة دي وشيخ كل ما لم يكن عبادة في زمن الصحابة فلن يكون اليوم عبادة. حسوا قارن الصفحة اللحدان يلبو وهو شيق كهذا وهو لبن عبادة أهين صحابة مركي جوجين وأنا إلهي كعابدين أيكدب كودنا لكاني إن أنا عبادة نقنين. شيق مركو وحوي رأسه صوّد آثارتي يا أقواش علماء وكسو جورناه. وقال ابن سيرين محمد بن سيرين وحويري كانوا يرون وحي أهين كوا أركه أنه أي الرجل قفه على الطريق إنه توسيه أو طريقة توسن كجوغو ما كان على الأثر إنتو كسوغنيه أثر كي الصحابة سأقول ننتابعيه أها صحابة أيو وحكوري مركو وحي يريدتك وحي أركي جيران زمن كانان وحي أركي جيران قفكي كتاغن أثار تي الصحابة إنه الطريق كسوغنيه أو قفسوغن أويه marka miisaanka wax lagu miisaamay wuxuu ahaa warjidkii saxaabada qofku ma ku jooga intaas oo ahaa kan waxa ay yarawna kuwa arka annahu qafka ay rajul qafka loo jeeday ala dariiq mitoosan inuu yahay ma kaana ala athar intu ku sugan yahay atharka saxaabada rawahu darimi halkaas aad ugu wariyay kitab sunan darimi iskale waqala imaamu malik wuxuu yiri imaamu malik kama fi al-utbiyah كتاب كعتبية اللي يراه هذا واحد لو تيري نينك قري ولا يراه محمد بن أحمد العتبي وحكو قري مسائل إيه أقوال إمام مالك وليه أو أردد يسأو كقري مركو وحو يري إمام مالك ولن يأتي آخر هذه الأمة ومدان آخر كيد الله إمام ما يبي أهدى وحكها ننبذا مما كان عليه أولها وهي يكسق نايان ومدي هرئ أصحاب ضعه لغمان يابا أمدان كدن بايدا صحابادو إني اللي مادان وحكا هنون بدن وكا خير بدن أيقي هوري ما الله إما كران ولن يأتي لا إمام ما يآخر هذه الأمة أمدان آخر كيدو بأهدا وحكا هنون بدن مما كان عليه أولها وحي كسقنا يان أول كودي أو صحابادا لولا جيدو مركها السوقن خير أن هر أجريني إنو ديبكا يمادو ولا ثار آثارتي لسو وريي أو صحابادا يسرف كلغا وريي في هذا الباب كثيرة باب كما كفر بضنته جدا أدي أدي أفر بضن وبضنته سلفك يا صحابة وحلو يغني إني كدر درقليان دتك صحابة هل الراعو فذكرها وحاشيغ يسوري أئمة السنة في كتبهم كتبت وذيك السوريين كتاب ولي وسلف كليه هذا آخر أي قرآن زمن كاس يوحي كدن به صحابة أي كدر درقلين يعني إنه راعضه وكو بورينا يعني إن هذا خلاف. وعلى هذا مدى صدان قبلنا أثارتي أن صوشيقنا إي أدلذي قرآن كي إي سندي لما أنتو هدي أن قبلنا فكل من ادعى غفو لبو شاكته في أمر أرنك شاكته أنه عبادة إن عبادية هي قفكي كو شاكته وعبادة سو يحبها الله إلهي وجعليه فانظر اسكفير غفكاس قفكاس اسكأيق هل أمر به الله عز وجل أرنتان أوضو إلهي ما أمري وح إلهي أمر ميه أو النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي ما أمري أو فعله أحد من الصحابة من الصحابة الصحابة مد كمي مسمي مد داس كثير دين عاس كثير هدي أضربت إن هاد ميزانته وقالت كيس يسحب يسكر أوقاته سداس أو ميزان فإن لم يكن شيء من ذلك أنت سمد كمي ذا دين لغوائيه فعلم واحد قرأت أنه بدعة إنه بدعيه محدثة قدالها كيانا إذ لو كان هديو أهان لها إلا لو كان هديو أهان لها من الخير المحبوب لله خير كإلهي حقي سلوج عليه
لما فات الصحابة رضي الله عنهم صحابة مونا دافي لهاي مركا الصحابة وحو دافي خيرونا هاي إلا خير ولي الصحابة أيغا أهر مري ولا يمكن صورة قلنا أن يجهله خير القرون إني كا جاهل نغضان قرنية كوي وخير كبدنا ويهتدي إليه من بعدهم قلك دم بيدانا أيها ننتوها لشو خير أيغا أي موغنايين وأينا قرنين إن أذو قرتي صورة قلنا أهن في قوح يرمرك فكل ما وجد وحو لباله لمقتضاه سببتي كان سنيدي والداعي إليه يسببتي أيرانيس في عهد النبي هدي الله رسول الله عليه وسلم يو الصحابتي شيء كان هدي الله للصبب كان سنيدا إن للسمعيه وقتك الصحابة أمس وقتك النبي يو وقتك الصحابة هدي الله له ولم يكن منه مانع وحدي ذا ينآين الجرين ولم يفعلوها هدان آينا سمعين فإنه بدعة وبدعة محدثة وذلك كان يعني منكرة ولي ومنكرة انت سواء انا قرأتها ماشان هو قاعدة وين وما رختي ان بدن لسواك لدحل قاعدة ان محايلة هذا هي شيء هدي ديب لغا كيانو فيري سواق ابو وحا ترى هذا نبي صلى الله عليه وسلم وقتي جيسي سبب كين سنة يدي ان لسمياه ما اجرت اما وحو ييرانا ما اجر ان لسمياه وقتي جيسي يا وقتي جي صحابة هدي اعد هشو سببي ان اجرتي هدنا لنا عكلك فيري مانع ديدا اي مياجره واحد ديدا اي او هرتاقنا مياجره هدين انجرين لبداس قضب متك مده او آن هدنا الله سمينين شايقاس واحد اوغاتا شايقاس انان وحبك جرين انو بدعيه انو منكريه صببتو اه هدين سببتي سيبا اي جوكتو او مقتضيه يدائيه او يارتاي او جوكو والله سمينها مركاسي ان واحد ديدا اي انا آن يجرين والله سمينها سيادرت دوحك وعداتي in laga tagay oo ula kas looga tagay wax ula kas looga tagayna waxaan khayr ku jirin weeyaan marka cibaadada waliba fiiri oo dib ka timaada war cibaadadan waqtiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam sabab keensanaydii ma jirtaa in la sameeyo ha haday jirto wax diiday miya jira maya hadaba maxaa loo sameey waayay waxa loo sameey waayay inuu bidca yahay iyo waxaan jirin inuu yahay loo sameey waayay تصارع أن السمين سي أي آد وسي عداته في غوهر مثال ذلك تصارع وحقا إن الاحتفال بالمولد النبوي إن الله دبال دقو وحفلة الله سمايو دل شدي النبي قالنا صلى الله عليه وسلم نبي قالنا وقت يقول دا شيء أيان حفلتك السوء آدين إنا إلا إله ذو أنه كفر أحسن أرنت سمح الله أنه فإن الدافع له سببت أيران إذي والمقتضي يوحك ينسنايي oo arintan cibaadadan u yaranaya waxa weeyaan huwa idhaaru hubbi nabi sallallahu alayhi wasallam in la soo muujiyo jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimihi iyo nabiga weynayntiisa in la soo muujiyo wa hada almuqtada hadaba sababtan ama hada almuqtada sababtani la yazalu madluban munzurin oo waajiray fi kulli zamanin zaman waliba iyo waqti waqti waliba waqti waliba mid jiro joogu aha sababtani oo ah nabiga la weyneeyo weyneyntiisana la muujiyo in la jeclaado jacaylkiisana la muujiyo mar waqti waliba loo baahna waqti la leeyahay waqtigaas ma baahna in jacaylka nabiga maana jirin waqti la leeyahay in la weyneeyo ma ayna ahayn ma jirin hadaba sababtaas mar waliba way taagneed sababta ah jacaylka nabiga iyo sababta ah weyneyntiisa fi waqti nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti nabiga jirtay wa fi waqti sahabati sahabada waqti goodina wa jirtay falamma wajadna nabiga sallallahu alayhi wasallam tarakahu markan haleelnay inu nabigu ka tagay wa kadalika sahabatu sahabadina ay ka tageen ma wujudi sababiha iyo sababtiisi hadana ay jirto oo ah nabiga la jacnaado iyo wax la midka wa adami wujudi mana'an minhu iyo ayna jirin wax diiday in la sameeyahay labadaas hadii la isku halay هدنا أن لا سمينين دل ذلك أنت وحنا تصدي على أن تركه هو السنة إن لقتها إن سنتها وفعله بدعة إن لا سمينا أي بدعته ساسا نوع ذاته مرك قاعدة ما هي أهد قاعدة وحويان عبادة ولما ميزان كان صار لبا قدوة كوبية قدوة كوبية وحويان عبادة سببت ويران يسي إن لا سمينا هي مجرتا هدي جرت سببت ويران يسي ما نعدي oo kaga hortaagan in la sameeyo miya jira labadaas mid ka mid ah labadaas hadii la helo oo ma aragtay cibaadadii mid koobaad hadii sababti la helo oo aan la sameeynin ee markaas maaniic aan fiirino oo maaniic la waayo waxaan leenahay ka tagista cibaadadan laga tagay ula kasta looga tagay mana loo baahna
وانا بدع يا منكر عن لنا لكن كورن هذه عبادة دي سبب تيدي اي جرتي واغاس لكن سه مانع دي دا يا جري مركز ان لسميه مانع دي دا يا مركز سبحان لنا مانع مركو ماشي كوريغو مركز ولا سمي كرا اما سه كورن هدو جري شيء واغاس سبب تيسو اين جرين او الله بحني واغاس اي دي بلوغة باهدي مركز سبحان لنا استغنى ومصالح مرسلة واسكم مصلحة لنا لكن ماني كان نوع عبادات عبادوهم كمذا وديب لغا كياني وقتي النبي إن سبب تيدو أي جرتي أو أن لصمينين ماني كرتاقنا أنا أو نجرين وحن نوع عبادانا إذا شيء أولو كسم لغا تري مركم إزان كاسن سارينا. قال عمر بن عبد العزيز وحيري رضي الله عنه رحمه الله عمر بن عبد العزيز بقر كاسا وحيري كلمة عظيمة كلمة دوين وجامعة كنا سنة ذو رائحة آدو وناكسن أيو يري فيما رواه أبو داود في سننه أبو داود سننتي سكوري عنه أسيك وري وسنت كوري يعلم كلبا أنه كتب أسوه أقري إلى صاحب له من صاحب كيس أي أقري يوصيه حال أدر دار ميو فقال وحير أما بعد ورنت أسكدب سوماها أوصيك بتقوى الله عبسد إله ينكو در دار مي والاقتصاد في أمره أرنتي سنة دهدحات كنقطه أرنت إله عبادة دهدحات أقوده معناها غلو حنها سمعين هناك قابلين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي محمد إناد راعض ينخو دردار ميا وترك ما أحدث المحدثون إناد كداراته وحي أي سود الرئيان كو سود الرسية بدعا ذلك كان بعدما جرت به سنته كدي مركز سنة النبي شيقا سقص عطي وحد بلغا كانوا هدقها أرار عنين سقاتك وكفوا مؤونته لغانا كافي حاجة يدنتي شيء لغا كافيي هايسكول أدو هايسكول شي دين عبادة ولا كافية إلهي وحي سقنا ذي كليكو عابد مسلا اسم مسلا مغفان وغيوة ويان فعليك دشا ذها أهات لازم فعليك واحد لازم تاب اللزوم السنة سنة لازم دي دي يكود دي 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 سنة لازم فإنها سنة لك أذيق بإذن الله إلهي إذن كس اسمة دورس إلى لسكو تاويكو إلى لنا إذا سنة هدات كودك تومل ميسيد سنة كودك ثم علم كدي واحد أغاتا أنه لم يتدع الناس بدعة ذاتك بدعة مينا سودر إلا هدي سودر ريان قد مضى علي قد مضى وحاتقي وقدبي ولا صدافي ما هو دليل عليها واحد دليل أؤه أو عبرة فيها أما عبرة أؤها صهر مرأي بدعة ولي وضاته كانان دليل من عنا يا هر وجري أما سعبرة قادش يا هر وجرت الو عبرة قاتي هو كهري بدعة دان لو عبرة قاتي معناها بدعة ولي ودب لغا كانو حجة وحاتا الله لقر الدناية وبرينيسة أيها جرتة مارك خير من نقنا أيضا بدعا وليبا دليل وحانو إيا الله برينيسة وماركتي هلفه وقاضي وحكجي وحكم جرام كدقاي فإن السنة سنة إنما سنها وحا سنة يبا من قد علم أحد وقاضي ما في خلافها سنة خلاف كذا وحا كسوغن إن سنة لخلافة كسوهر جيد كذا وحا كسوغن أو أه من الخطأ يقف يو الزلري يسنبر الحشو يو الحمق يسور النمو يو التعمق يحد قدب قف أغادي انتاس أي سنة جديد هذا السنة وحي أن سنة هاين أو سنة سور جيدة وبدع بدعانة دليل كذا وإسكعداء والهر ويلي قف كي سنة جديد أياب ما ركتكو عديي أو أغا إن خطأ يو ما ركت حمان يسور النمو يكو جرس سيادرت يلوغتك marka ha umaleeyin shay ashiyada kamida in looga tagay inaan war walba loo hayn oo la mooga ha umaleeyin bidca waliba dib laga keenay waxaad ogaataa xujo cadeynayda inay munkar tahay oo waxba ka jirin ah hormartay midaas ugu farda adaw waxaad raali kaga noqotaa li nafsika nafsadaada ma radiya bihi alqawm li anfusihim dadku waxay nafsadooda raali uga noqdeen war saxaabadi waxay naftooda raali uga noqdeen adigu raali uga noqo sunnada in la raaci ahay فإنهم سحابوا على علم العلم أي وقفوا كاستاجن مرك شيء كاستاجن علمي وكاستاجن وببصر النافذ أركت دير أي كفوا كجوكسدين وهم عيقوا على كشف الأمور أرما إن يسوا كشفان وحيا لبضان وقرصون سوفيدان كانوا أقوى وأول بضان أهايا هذا ما ينسوا في يدين هو استجتاجن مرك واحد كتاجن ووحن معنا لهم ويان وبفضل ما كانوا فيه أولى أن wuxuu yiri shay dib laga keenay ayaga u awleysna khayr haduu ku jiro wa bi fadli ma shay dheeraadkiis kaanu fihi awla ayaga u haboona
يعني هو وناغ وليبا أيغا أوها بونا هدو خير يهي مركا وحان ديب لغا كياناي أيغا أوها بونا لها واي أيغا أوها بونا لها. فإن كان الهدى هديها نوني يهي ما أنتم عليه وحاعدن كسوغنتهين لقد سبقتموهم إليه وادو غهر مرتين هداد بدعادان آت كيان ستين مانتاي وادنكو هايدان الليدهن خيرا كجرة معنى هدو حاوية أن الخير صحابة غهر مرتين تاسينا ما اللي عكرتو تاسينا سورة قل ما أهن مركو الشيغة شويان. فإن كان الهدى هدو هنونكو يهي ما أنتم عليه وحاعدنكو سوغنتهين لقد سبقتموهم وغهر مرتين أيك إليه حقيسة تاسينا war maahan oo qof laga aqbalo oo inay tiraa saxaabadeen ka fadli badanahay suuro gal maahan walaa in qultum haddaa tiraahdeen inama hadatha ba'dahum shay gaani kadib koodu yimid oo ma aragtay iyagu meen ogeyn wax lamid haddii ku hadashidna waxaan leena ma ahdatha umuna sudrin illa man ittaba'a qufra imaahane ghayra sabiilihim jidkoodi jidaan ahayn ee jidkoodi jidaan ahayn waa lagu lumaa way tabi'a ghayra sabiilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusnihi jahannam jidkoodi jidaan ahayn mid qaaday soo dariyay oo waraaqi ban nacaybi nafsi nafsadiisa nacsiyay oo ka leexday canhum xaggooda qof jidkoodi ka leexdaa waxaas keenay waxaasna khayr noqon maayaan. Fa innahum ayagu humu saabiquuna kuwii hormaray weeyaan oo wax waliba u hormaray marka khayr aynan oga horrin ma jiraane dib aad wax kama keeni kartid. Faqad takallamuu way ku hadleen fiihi diinta waxay kaga hadleen bimaa yakfii wax ku filanay diinta uga hadleen warkooduna waa cadda وصفوا وحكة المامين منه دين ما يشفي وحكو شافي لاي وحكو عافي ما دناي وكوفرا أي دين تكت المامين مركو النسو قدبيا وحن وفرا نوانو شهرين. فما دونه من مقصر ساسو أشق لشيخ لكن سيدا أثر كمشور كوكوها معنه سنكو توسايو وحوها فما دونهم مقصر أحد كهو سيا أيغا ويها أيغا كهو سيا هي وقابن وقابن لقابي وما فوقهم محسر وهي مارت كسر ريانا وغلوب يحد قدب سدا سي مارت وكنت وسايا لكن سدا هذا معنيه سوى وأذقية. فما دونه من مقصر وما فوقه من محسر ساس وكلو كبير مارك وحن لأن قيبت الدنبانة فسير الدوان أثر كان أثر كان قيبتي سدنبو هذا كشرحايا. فما دونهم وهي كسر رياه مقصر ومدقابي وهي كهو سياه مقصر مدقابي وقاب وهي كهو سياه وما فوقهم دشودنا محصر قفك كسر مرو اسكو داي انو ايغا واخ كبدن سمايي وامد قلوب سمايي ايغا marka dhaxdhaxaadki iyo dhabtii ah ولقد قصر وحا غابيي انت ما فسرايا marka قوم دد غابيي دونهم ايغا كسكو اي كو غابيين فجفوا كواسي وحا كو دحاي قليل كواسي وا كو قلالن مالتي وحقي كقلالن واي دد غابيي كو غابيي وا غابيين وطمح عنهم وحا كهن قلتاغي ايغا oo meelo kale u sii gudbay oo ka hunguri taagay aqwaamun dad faqalow markaasay xad gudbeen kuwa isku dayeen inay wax ka khayr badan keenaan laakiin quluubay ku dhaceen kuwaasi quluubay ku dhaceen. Wa innahum saxaabadu bayna dalika labadoodaas inta u dhaxayda ayayna calaa hudan mustaqiim wada toosan ku joogaan midka gaabiyey iyo midka quluubga sameeyo xad gudbay labadooday u dhaxayaan saxaabadu radiyallahu canhum labadooday u dhaxayaan. أثر كاس مركا أثر عادي آد مهم وأهويان ومدر إن لحفظيه إمام كاسين أو دردارمي رحمه الله تعالى أو كذا دقاء يبدع هذا ونكو عدينا أي فضيلة إيا دائرات كصحابة أي ليهين خلاصة دي سنوحة إتهاي ورصحابة خير وليبا يغا نوغه الرئي وهي دب لغا كينا وأن صحابة وغينا خير ما أهنا دو خير يغا نوغه المري لها. وقال صاحب مجالس الأبرار نينكا اسكال كتابك ليرا مجالس الأبرار نينكا سيوحو يري وها ليرا هذا مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار وها ليرا اسكال ليرا هذا أحمد بن عبد القادر الرومي الحنفي وحو يري نينكا سي فيما يتعلق سوك هذا الله يوحي كتعلق بالأفعال التعبدية أفعاش عبادة ذا التي تاسو لم تكن آنا هين على عهد الصحابة وقت الصحابة سوك هدلاي أفعاش لسميه وعبادة لولجيه ووقت الصحابة كدب لسميه أيوك هدلاي. فيما نقله عنه سيد كسوغري الألوسي في غاية الأمان وحوله ما ملخصه ورسو قابن تيسويهي لأن عدم وقوع الفعل إنو نندع فعلك في الصدر الأول وقت الصحابة صدر الأول وحل لولجيه قيبتي هرأو الصحابة لولجيه
صدرigii hore oo saxaabada ahaa shaygu inuunan dhicin, shayga cibaadada loola jeeda waqtigaas inuunan dhicin, lix sababu mid noqon kara. Imaa licadami alxaajati ilayha, inaan loo baahnayn, waa kow. Haye, aw liwujuudi maanicin, ama wax diidayaa jiray in cibaadadan la sameeyo oo hortaagnaa, waa labo. Aw licadami tanabuhin, inaan lagu baraarugin maba la ogeynba inay cibaado tahayba, haye, waa saddex. Aw litakaasulin, amase in laga gaabiyo, laga wahsaday, laga takaasulay, laga caajisay, haa, waa afar. Aw likaraahatin, ama in la nacsana, shay in la nacsana, haye, aw licadami mashruuciyatihi, amase inuuna mashruuc ahayn oo sharci ahayn oo la ogaa shaygan inuu munkar yahay. In lixdaas shay mid ka mid ah ayaa looga tegay, haddiiba shay laga tegay cibaado ah, cibaado laga dhigaayo maanta, waqtigii saxaabada haddaan la samaynin, lixdaas arrin mid ka mid aan loo samayn. Ima inaan loo baahnay, iyo in sabab diidayda ay jirtay inaan lagu baraarugin, in laga gaabiyay oo laga takaasulay, maaragtay laga wahsaday, iyo in la necbaa, iyo in ayna sharci ahayn. Mid mid aan u dul istaagne sheekhu wuxuu yidhi, al-awwalaani, labada hore, muntafiyaani, waa kuwa la anfiyey oo meesha aan ku jirin, fil cibaadaati albadaniya almaxda, markii la fiiriyo cibaadaadka xibnaha laga sameeyo, waa labadee labadaasi, waa inaan loo baahnayn iyo in maanic hortaagna uu jiro. Cibaado maran loo baahnayn miyaa jirta? Waa may, ma jirto. Shay cibaadooyinka hortaagna uu diidaya miyaa jira? Ma jiro waay. Haddaa labadaas mayn ma ay meesha kuma jirto. Kow, inta kale u gudbi doona. Qaal wuxuu yihi, lianna alxaajata, ubaahnaasha loo baahan yahay, ila taqarubi ila allah, ilaahay in loo dhawaado, laa tanqatic, ma go-do, mar waliba ilaahay in loo dhawaado waa loo baahan yahay. Waa garanne. وعدم ظهور الإسلام ظهور عدم ظهور الإسلام لم يكن منها مانع إنه صم قوى إسلام كنا مانع وما أهين مانع وما أهين إبادة ولبا إن السمايه أي الله باهنا وإله الوجود وهذا باهدا سوي تاجنت إسلام كون آد صم قنا صواب وأهنا مده كرتيد وعبادة حبنا على قصة ماينا وأنا للسمي جري عبادوين ووين للسمي جري وبعد ظهور الإسلام إسلام كي مركو صوم مغضي كدب لم يكن ما أهين منها أيضا مانع واحد ذا وما أهين واحد ذا وما أهين وإسلام كي صوم مغضي عباده ولبا الله سمعي كرا هذا ذي إسلام كي إسلام قريج جري واجي مكلا جوا إسلام قريج جري وهم كل أن واجي دم بمحل وسمي واجي ولا يظن الله ملاي ما يبين نبي نبي جنس الله عليه وسلم عدم تنبه إن سكوب برا ركسني الله ملاي ما ماشى اسمه قدر كاسم ماشى وكبح أو التكاسل إنه نبي ها oo ka salaan ka ahaa oo maaratay oo ka wahsaday ama saxaabadu ayadan loo malayn maayo fadaalika midkaasi aswa u dhanni mala midka ugu xun weeyaan al muaddi oo u geynaayo ku geynaayo ilal kufr inaad gaalowdo hadaa tiraahdo nabigu sallallahu alayhi wasallam ama ma ogeyn ama se waa ka wahsaday hadaa tiraahdid taasi kufriyad ku jirtaa markaas maxaa haray marka afar qodob saasan ku soo dhaafnay waxa haray karaahiyo la nacab yahay in looga tagay iyo inuu mashruuciyo ahayn oo sharci ahayn taas hartay kaliya هذا فلم يبقى مهر إلا كونها سيئة غير مشروع ما ينهر إلا إن سيئته يعني أو إن الشرع أهين أو سيئة درت اللي قلتي هذا بس شيء ولبا ولا سني واي وقت الصحابة وحن لا إنه محل سني واي ميان لا بهني واجس إذا أسمع لا بهني ما يهدت لا حجلا لا بهني مياج وجري مانع كهر تاجن أو درت سأو سني ويدي أصحاب درت سأو سني واي مي وجري maya miyay aqoowayeen maya ma dhihi kartid miyay ka wahsadeen maya waa ka wahsadeen ma dhihi kartid haye mana aqoowaynin mana ka wahsanin waa garan markaas maxaa soo haray inayna mashruuciyad ahayn uga tageen inayna sharci ahayn ayay uga tageen qodobkaas soo haray marka wax waliba waqtiga saxaabada aan la sameeyin cibaadana loola jeedo miisaanka aan marsiinayna hadii laga waayana waa qalad aan leenahay waxaan cibaado maana laga dheeraado qulaasada asalkaani marka waxa weeyaan waqtigii saxaabada radiyallahu anhum ibaada aan la sameeyno oo aan ilaahi lagu caabudin dib laga keenay ma yeelayno taasi waxay cadeyn u tahay inay bid'a tahay iyo dalaalo bid'a iyo dalaalana waxay ku hoggaaminayaan naartii hoggaaminaya ilaahi ku dhaweyn maaya marka sidii uu yiri abdullahi ibn mas'uud ittabi'u wala tabtadi'u warra'a raa'itan kaliya idin furane hana bid'aysanina oo dib bidaah kala imaaninina sababtoo ah
waa la idin kaafiyey, diintani waa caddahay, wax lagaga baahan yahay waa inaad ku camal fasho oo kaliya, ee adigu ina wax sharciyeyda ma ahan. Intaasi ha noo joogo insha allahu tacaala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.